ويروي الشجر بس ينزف دم ويروي الشجر. استراحت وايد لما ضيوفك روحوا. اكيد اللي جايين من باطنه، يا انه يعرفهم يا انهم من هلا، بس باكر الصبح بنشد خالي عنهم. يا ريال يا ريال، شوي شوي تراك بتقتلني ورا العيال. ما حد يستراح خير ان شاء الله. علامة كوش استوارب. يا ريال سيارة قدامي. يا ريال يا ريال بتقتلني. لغزين غريبين بس كان بينهم رابط، خاصة اللغز الأول اللي اسمه قاسم، يعرف واحد من الثلاثة وما حب يقابله، يا إن عمي يا صديقه يا طلال. لكن اللغز الثاني، وش اللي يربط بعمي؟ كأنه سمع صوت جهنم لما سمع الاسم من فحيل. لغزين. فحيل؟ نعم. أنا شفت الريال بعد ما سمع الاسم تغير وقلب فوق تحت، ما اعرف ليش، يعني في ظنك فراس علوم. والله ما اعرفه يا اخوي، انا شفت ان الريال شيء استواله، ولا ما بريالا بذيك الهيبه ينتقص. Thank you.
صدق الله العظيم. على همك يا ابو جيفر. لا كان هالسالفة عود. ما في شيء يا موسى، تعبان من الدرب شوية. الضم عني؟ قلت لك ما في شيء. وايش اللي صار لك يا ابوي؟ فجأة تغير وكنا شايف عفريت والعياذ بالله. وايش سبب نظرة الرعب اللي كانت في عيونه طول الدرب؟ اكيد في سر، والسر له علاقة بالناس اللي كنا معهم. يعني قول لمشروعك وحلمك مع السلامة بعد اللي استوى. أكيد أبوي بيشل يدينا على الموضوع نهائيا. بعد يا حبيبتي بس هاي حب مصلحتش، وبعدين العيشة هناك أحسن لش من المستشفى. ماما سمو لا تخليني ياخذوني. يكفي يا دكتورة. النجدة، هل يسمع بي أحد هنا؟ من طبيعة موقع ولست في حاجة إلى صوتك. فقط أخرجيني من فضلك. أعطيني الحجر الكريم الذي مات حمود بن الحمد الميز. من سنين ما سمعت هالاسم. اوه يا ذياب، في ناس بعدهم يتغيوا حمود يغد. حمود الطناف.
مضمر البوش استوى عنده أغراضي تسوى ملايين. من كان يصدق؟ من كان يصدق؟ من كان يصدق؟ سما، سما أنا كثير متضايقة وأبا أغير جو وفضفض حد. صدقني يا ملازم سيف، هذا مجرم خطير وهربان من العدالة من 20 سنة. زين، انتظرنا شوية إن شاء الله. خذ الأخمر معكم، افتح له محضر وخذ منه إفادته وجيب لي كل المعلومات والخلفيات الخاصة عن الشخص اللي جاي يبلغ عنه. حاضر سيدي. تفضل معك. طيب شكرا. أحسنت. حياك. أنت من قال لك ذا كلام؟ أقول لك ناس شافوه داخل المركز خبرهم. بلغ عني يا شيخ، بلغ عني. لا حول ولا قوة إلا بالله. القانون قانون، وإذا إنك أنت متأكد إنك ما مسوي شيء ليش تخاف؟ يعني بتخليهم يأخذوني يا شيخ؟ أنت بس مخوف نفسك بنفسك. أنا أصلاً تعبت من الخوف ومن طار الخوف، تعبت حتى من السكوت، تعبت من كل شيء. شيخ مبارك، أولادي في رقبتك إذا صار لي شيء. المثل يقول عاد تسوي وجه لحد. يا حلم أمي وأبوي يا حلمة، وين أختار؟ صعب فعلا، صعب الاختيار. هذه أنتي، كل ما جيت أفضفضلش عن همومي ألقاش كلش هموم. خلود خذتها عائلة، تبنوها؟ خلود تستاهل تعيش حياة سوية مثل بقية الأطفال في العالم. من مثل خلود كثير. أنا استغرب من هذيل اللي يجيبوا أطفال بدون ما يكون عندهم استعداد يربوهم. حاويش يجيبوهم من الأساس وبعدين يرموا مسؤولية تربيتهم على الدولة ولا على ناس ثانيين. ليلى، أنت تعرفي وش تقولي؟ تريد المجتمع يعاقب الأطفال بذنبه لهم؟ ما أعرف ما أعرف، بس بصراحة هالموضوع يعور لي قلبي وأضايق منه.
انت اليوم ما طبيعية ليلى حبيبتي. انا خايفة عليش من عصبيتش. هي تشكي همي من طلال، ما سمعت غير همومش. همومي ما لها حل. خبرتي جيفر؟ من بيدير باله عليك إذا رحت أنا يا ولد؟ تطمن، ما بيستوي إلا الخير إن شاء الله. مجرم ومسوي له راس، راوينا ايش بتسوي يا ابو راس. تفضل. تفضل سيدي، وصلتنا هذه المعلومات عن شخص تنطبق اسمه ومواصفاته بالشخص المطلوب. احسنت يا احمد، احسنت، مشكور. شيء ما سهل، ما كان يستر وغطى عليك، حرم علي اني اتقرب من اشيائك، من مكتبك، حتى في غيابك. ما وقت الحين يا موسى، ما وقته. متى وقته؟ يوم بموت؟ كل السنين اللي عشتها معك وانا حاسه انك مثل اللغز. قلت ليش ما وقته يا موسى؟ ما وقته. ما
قاسم بن أخو عمتي موسى، بس أبوي مات. لا تنسى سلم على ديار ونشده، حاوش أبوك ويده ماتوا في نفس المكان. حاوش قال لي نشد ثياب وما ذكر اسم قاسم، ما حد ياب اسم قاسم بأي سالفة عن موت أبوي، حتى عمي ذياب. بس حوش قاسم توارى عنه، شكله كان خايف، لكن من وش؟ سنين وأنا حاسة أن ورا خوفك من الناس والشرطة سر، واليوم اتأكدت من هالشي. أبويا أنا بنتك، ومهما كان اللي سويته اتأكد أني بظل بنتك اللي تحبك. صدقيني يا بنتي أنا بريء من أي تهمة، لكني سكتت عن الحق وخفت أتكلم ويصير مصيري مثل مصير غيري، وشردت وظل الخوف معشش في داخلي ويكبر ويكبر يوم بعد. واللي مخوفك فيه مرعي؟ مرعي ما يعرف شيء غير اني شارد من بلادي من زمان، لكن ما يعرف السبب. وهي شو السبب يا بويا؟ قريب بتعرفيه يا بنتي، قريب بتعرفيه. با انت بخير؟ امي تقول انك لا تغديت ولا تعشيت ولا طلعت من مكتبك طول اليوم، وانك من رديت من قعلان، وانت ما طبيعي. ويش اللي استوى هناك وسوى فيك كذي؟ حد عرف؟ الارض اللي صرنا نشوف اصحابها طلعت ارض حمود لمياس. ذكرت، هذا هو الاسم اللي كنت ناسنه. يا ريتك ما نسيته يا قيفر، يا ريتك ما نسيته. وش علاقة الأرض وحمود بهالصور؟ الريال قال إن حمود مختفي من 40 سنة. لا يكون. أنا لين تو ما تعشيت، ياسا انتظرك نتعشى مع بعض. طلال
جيفر وش فيه ابوي؟ من يوم رجعنا من الشرقية وما طبيعي. انت الوحيد اللي ابوي يقول لك على كل اسرار. اكيد قال لك عن سبب اللي صار. حويش ساكت. علامك ما ترد. حويش اكون انا الوحيد اللي ما عارف. طلال اللي فيه يسدني. لا تزيدني. تعتقد انك لو عرفت اللي اعرفه بترتاح؟ غلطان. بدل ما تكون زعلان على حلمك اللي بيضيع، حياتك كلها بتضيع. جيفر وش فيك؟ طلال لو سمحت ودرني الحين. ودرني. السلام عليكم. عليكم السلام. أهل الملازم سيف. جايينك موضوع. أدري وأنا كنت جالس أنتظرك. كنت أقدر أني أستدعيك في المركز، لكن احتراما لعلاقة النسب اللي اكتشفت أنها تربطنا فضلت أني أتكلم معاك بشكل شخصي، واحتراما لعمتي موزة. وأنا مستعد أقول لك كل اللي أعرفه. أنا خلاص تعبت من الخوف من الهروب، والعمر ما ظل في شيء الواحد يخاف عليه. تفضل داخل وبقول لك كل شيء. كل الأيام والسنين اللي مغت في صوب، واللي يستوي لك اليومين في صوب يا دياب. كل اللي بنيت بين هدم في يوم، لو طول الضعف اللي انت فيه. لازم أكمل درب اختياري وانتصاري. يوم عرفت أن يدك اتهمني بقتل أبوك الله يرحمه، ما عرفت إيش أسوي. شردت. وهذا اللي صار. لقوا ثيابك في البحر ويعتبروك ميت. ما أعرف شي عن ذي الموضوع، وظليت خايف عن حد يعرفني وأتحاسب على تهمة أنا بريء منها. زين كيف مات أبوي؟ ما أدري. كل اللي أعرفه أن حد طيح أبوك من فوق دكان الحلوة. من؟ حويش؟ صدقني يا ولدي ما أعرف. أنت متأكد من كلامك هذا اللي تقوله؟ يا ولدي أبوك الله يرحمه كان من أعز أصدقائي، ولو كنت أبي أقتله عشان زوالي من الشأن، قصدي من أمك، ليش انتظرت ألين تزوجها ويجيب منها أخوك وأنت وأختك؟ وش اللي خلاك تشرب؟ هوش ما قلت هالكلام في وقتها؟ ومن كان بيصدق؟ إذا كان يدك أبو أبوك ويدك أبو أمك وعمك ذياب كلهم مصدقين يعني اللي قتلت؟
وهذا السبب اللي خلاك تخبي ذيك اليوم لما شفت عمي ذياب؟ لهالسبب وأسباب ثانية. وش هي؟ أبوقت الحين أشياء قديمة بيني وبين ذياب. المهم أنك تكون مصدقني. قانونا أنت ما عليك شيء، اسمك ورد في التحقيق لكن ما توجهت لك أي تهمة ولا صدر بحقك أي إدانة قانونية. المهم أنت تكون مصدقني. صدق انك يا عم، صدق انك تعرف من يوم شفتك وانا حاسس اني اعرفك، ومن يومها وعينك ما تخوز عن اسمي اللي مكتوب على ملابس العسكرية. تعال تعال نروح عند الشيخ مبارك من بشرة. صدق ان السوالف نستنى. ايش اخبار اختي وعيالها وامكم وانتو؟ سعد اخوي توفى بحادث سياره مده قريبه. انا الى الله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويغمد روح الجنه. وجيفر ولد اختك تزوج اختي سما. السوالف ما تخلص، سنين وسنين وانتوا اخباركم مقطوعه. المهم خلينا نمشي عند الشيخ. أعرفكم على سيف الحلاو وأعز أصدقائي الله يرحمه. ما شاء الله تبارك الله. احنا مبلغين على قاسم عشان يسجنوه ولا عشان يحضنوه؟ الحيش لما حد يبلغ علينا يسجنونا ونازعونا. الحيش ما حد يحبنا. كيف يعني؟ يعني أنا زوجك ولازم تثقفي، لأن الثقة هي أساس الزواج الناجح. يعني لو ما استوى البيت باسمك ما بيكون الزواج ناجح؟ لا بيكون إن شاء الله بيكون، بس تعرف الموضوع فيه روحات ويات وتعب عليش، وأنا أبى أتكفل بكل هذا الموضوع وأخلي الحمل على ظهري. ما يهمش، أنت موافقة صح؟ لا. لأنش ما واثقة فيه؟ لأن أنت ما واثق فيي. اسمع، خلاص قربت أنهي السالفة، ما باقي غير تنازل شريفة عن البيت. وباكر بيكون هالتنازل، لأنها قالت لي في أي وقت. مرة ثانية خلاص، درب القافلة بعده ممتد، وخلي القافلة تسير حتى لو زاد نباع الكلاب. أما أنا أعرف كيف أصرف أموري زين، فهمت؟ بس يا أستاذ قضيتها خسرت. وأنا وش أسوي لها؟ إذا كان خصمها يايب أدلة قوية تدينها، لكنها رافضة تدفع باقي الأتعاب، تقول إنك وعدتها تربح لها القضية. لاحظ يا فهد، هذه ما أول مرة تواجهنا مثل هذه الحالة. يا أخي اللي ما عنده
لا يينا ويرفع قضايا، يروح يحل مشاكل أروحها. وأظن في بيننا وبينها عقد أنها تدفع نص باقي الأتعاب في حال خسرت القضية، صح ولا لا؟ صح، بس بس خلاص تفضل تفهم معها وخذ منها اللي تقدر تدفعه. بس لعلمك هذه آخر مرة بتسامح فيها. يعني أنا أشتغل ببلاش ولا حضرتك تشتغل ببلاش؟ إن شاء الله. خلاص تفضل. أهلاً سيف، وإيش المفاجأة الحلوة هذه؟ مفاجأتك أحلى؟ والله إيش أقول لك، تعبان وحاس إني بختنق. ها؟ أي الشرقية غير جو؟ أيوة، تغير جو وترتاح من التعب. الكوس هنا في أجمل مواسمه، تعالوا شوفوا. بس ضروري والدتك تكون موجودة، وما يمنع بعد تجيبوا لي أمي معكم. صدقني صدقني يا جيفر، المفاجأة هذه تستاهل إنك تتعني بهم. لا لا لا، مستحيل أضيع على نفسي مفاجأة مثل هذه اللي تتريكم هنا. خلاص، وهو كذلك، إذا ننتظر تأكيدك. يلا مع السلامة. قال بيكلم عمتي موزة وبيرد لي خبر. الحمد لله رب العالمين، أخيرا بشوف أختي بعد كل هالسنين الطويلة. الحمد لله رب العالمين. والفضل كله يرجع لمرعي. صحيح، احنا المفروض نجازيه على معروف هذا. صب قهوة صب.